في الفيديو النهاردة هنتكلم عن صفات غلط في الرجالة، نشوف ايه هي الصفات دي وازاي نحلها. يلا بينا. شباب عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كده معايا فبقدم محتوى في السلم مش سبيكر، ادخل كده فوت لك لفه، وعندي قناه تانية للجيمنج هتعجبك جدا جدا، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. يعني طبيعي جدا ان انا اتكلم عن الرجاله واهتم بيهم علشان انا راجل، فانا مهتم بالرجاله، فيعني اللي هو ببقى همي في القناه دي اللي انا اصلح من عيوب الرجاله او اطورهم بخليهم اعلى مني. فيعني لو انت اول مره تشرفني اعمل سبسكرايب، وهينفعك جدا 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 المحتوى اللي بقدمه. خلينا متفقين ان الرجاله دول عظماء جدا جدا، بس بيبقى في كده شويه كده صفات، خمس صفات ست صفات كده، لو موجودين، لو واحده بس موجوده بس فيهم في راجل، هي بتبوظ الشكل الحلو ده، بتبوظ الجوهره اللي قدامك. فطب يعني نشوف بقى ايه هي الصفات الوحشه دي اللي بتبقى موجوده في الرجاله، او الصفات الغلط، ونحاول نعالجها او نعالجها ازاي لو انت عندك واحده منهم او اي حاجه من كده. يلا بينا. اول صفه وهي اهم صفه بالنسبه لي، الرجاله بدون هدف، او الرجاله بلا هدف. انت كراجل لازم يكون عندك اهداف في الحياه، لازم يكون عندك بلان في الحياه، اللي انت النهارده هتعمل كذا، الشهر الجاي لازم اكون محقق كذا، او عندك حتى باشون عايز تحققه. لكن فكره ان انت راجل مش عندك حاجه وعايش الدنيا كده، او ان مثلا باباك بيصرف عليك، او اللي انت عادي ضامن اللي انت هتشتغل بعد ما تخلص، او اللي هو اي حاجه تيجي قدامك، ساعتها انت بتبقى فاقد حته الرجاله اللي هي السيكه اللي قدام دي. يعني كلنا رجاله عادي، بس بتبقى في راجل كده بيفرق عن راجل تاني اللي هو عنده سيكه الشغف دي، اللي هو لا انا فارق في الحياه، فارق في المجتمع، ان انا لا ممكن اقدم حاجة للمجتمع. ففكرة ان الناس دي اصلا اللي هي بتبقى عايزة تقدم حاجة للمجتمع بتبقى احسن دايما من الناس اللي هي العادية جدا، اللي هي ملهاش اي هدف في الحياة واي حاجة تيجي قدامها هتعملها. فلازم يكون عندك الباشون او الحلم ده، انك تحقق اي حاجة انت نفسك فيها في حياتك، عشان ما تبقاش زي ما جيت زي ما رحت. لا، انت جيت عملت البصمة بتاعتك، عملت الفينجر برينت بتاعك ومشيت، والبصمة دي لسه موجودة والناس فاكراك بيها. تاني حاجة، الناس اللي عندها كبرياء او عظمة لنفسها كده، هي حاجة حلوة انت تبقى واثق من نفسك. يعني الكبرياء ده يجيب لك ثقه بالنفس، والعظمه دي تجيب لك ثقه بالنفس. لكن فكره انت بتبقى متكبر على الناس عشان انت مثلا وصلت لمكانه معينه، ساعتها ممكن تخسر المكانه دي وتخسر الناس اصلا اللي معاك، او الناس اللي وصلتك لده اصلا. لازم دايما تسمع لاصحابك وتسمع لناس كتيره، عشان اكيد طبعا لو الناس كتيره مثلا بتقول ان في عندك صفه معينه غلط، او عيب عندك غلط مع رجال، اللي مش كل الناس دي غلط وانت الوحيد اللي صح، لا، يبقى في فعلا مشكله، الناس كلها مجتمعه ان انت عندك مشكله في الحته دي. ولازم برده تسمع برده الانتقادات من الناس حواليك، الناس مش بتحبك ليه، او الناس شايفه فيك ايه غلط، حتى لو انت مش هتعمل بالانتقادات دي، بس على الاقل تكون سمعتهم وتسمع ارائهم والكلام ده. يعني انا مثلا لما بيجي حد بيدخل عندي مثلا في الشانل ويقول لي انت محتواك زباله، وانت اصلا مش بتقدم اي حاجه مفيده، وانا عارف كل اللي انت بتقوله ده، انا لو واحد تاني مش هرد عليه، او اصلا هدخل اقول له لا، ما انت ممكن تعمل ان سبسكرايب اصلا وتمشي، وممكن نتجادل مع بعضينا في الكومنتس. بس انا الرد بتاعي اللي هو خلاص ماشي، انا اسف جدا المحتوى بتاعي ما عجبكش، وان شاء الله هحاول اقدم محتوى يعجبك. لو في نفس الوقت انا رديت عليك، وفي نفس الوقت انا ما سمعتش كلامك اصلا، يعني هو ان شاء الله بشوف المحتوى اللي انت عايزه ده واعمله لك امتى. بس فكره انت بتسمع الانتقادات دي، تسمع الناس ارائها فيك ايه. بفكر اثبت التيشيرت الاسود ده في كل الفيديوهات، مش عارف اعملها ولا لا. تالت حاجه، ان الراجل لازم يكون عنده شجاعه، شجاعه في كل حاجه، شجاعه في حاجه هيدخلها، شجاعه في بيزنس هيدخله، شجاعه حتى وانت رايح تتقدم او رايح تكلم بنت، شجاعه في اي حاجه حرفيا. ولازم يكون ليك راي، ليك راي اللي هو الناس لما تيجي تسمع الراي ده، انا سمعت الراي ده قبل كده من كريم اسماعيل، سمعت الراي ده قبل كده من محمد احمد. وما ينفعش خالص يكون ما عندكش شخصيه، ما ينفعش خالص تكون بتسمع كلام صحابك عشان تعمل اي حاجه، ما ينفعش خالص يكون صاحبك ماشيك على كل حاجه هو عايزها. عايز تروح تكلم بنت فتروح تقول لصاحبك ازاي اروح اكلمها، عايز تروح تخطب بنت فتروح تاخد راي صاحبك البنت دي حلوه ولا لا، عايز تدخل مشروع فتروح تاخد راي صاحبك ادخل مشروع ده ولا لا. فكره اللي انت بتاخد معلومات كتيره عن الحاجه اللي انت داخلها دي عشان تشوف انت داخلها صح ولا غلط، بس المعلومات دي المفروض بتتحط جنب ارائك انت عشان تشوف هل هتدخل ولا لا، مش اللي انت صاحبك ماشيك او حد ماشيك عموما كل حاجه، لو قال لك اي بقى لو قال لك لا يبقى لا. رابع حاجه، ودي يعني انا مش عارف ازاي احنا في 2020 وداخلين على 2021 ومش يعني ومفيش حد مهتم بيها، او في رجاله مش مهتميه بيها، وهي النظافه الشخصيه او الاهتمام بالنفس. في ناس لحد دلوقتي، او في رجاله لحد دلوقتي مفكره الاهتمام بالنفس والعنايه الشخصيه والنظافه الشخصيه كل ده من حاجات البنات، انك تحط سكين روتين او تحط ماسكات على وشك او مرهم تحت العينين عشان تشيل الهالات السوداء، او ان انت تحط مزيل عرق او الحاجات دي، مفكره الحاجات دي بتاعت البنات، واللي هو يقول لك لا ده انا راجل ما ينفعش احط الحاجات دي. فانا يعني بشفق عليهم جدا الناس دي،
ويعني واكيد انا عارف ان مفيش حد بيتفرج عليا ما بيعملش كده عشان احنا قاعدين مع بعض بقالنا 3 سنين فاكيد شربنا من بعض الحوار ده، فانا مش هتكلم في النقطه دي خالص. خامس حاجه واخر حاجه وهي الناس اللي مش بتحكي لحد عن مشاكلها. انت لازم تروح تحكي لحد عن مشاكلك، زي ما انت بتستحمل الناس وتستحمل البيست فريند بتاعتك او تستحمل البنت اللي انت مرتبط بيها وهي بتحكي لك مشاكل حياتها التافهه ساعه ونص وانت قاعد بتسمع، مع ان الحاجات ممكن يكون يعني الموضوع اللي هي تتكلم فيه هو ممل جدا بس انت لازم تسمعه عشان شعورها وان انت عايز توقف جنبها والكلام ده. انت برده محتاج برده ان حد يقف جنبك ويسمع برده مشاكلك حتى لو هي تافهه، ما تبقاش متوحد وقاعد على جنب بتقول لا انا احل مشاكلي بنفسي. هتلاقي ان جت عليك فتره ان انت اكتئبت ولازم حد يسمعك، حتى لو مامتك او باباك. انا مش بقول لك لازم تروح تحكي لصاحبك والكلام ده، لا انت لازم تحكي لاي حد، اذا كان صاحبك صاحبتك باباك مامتك مراتك خطيبتك اي حاجه، لازم تحكي له كل حاجه عن حياتك او المشاكل اللي في حياتك علشان تشوف البعد التاني اللي انت مش شايفه. لما انت بتبقى في المشكله ممكن يكون اصلا الحل قدامك بس انت مش شايفه عشان انت في المشكله، فانت لازم تحكي لحد تاني علشان الحد التاني ده اللي بيسمعك يقول لك الحل او مجموعه حلول وانت تحلها بطريقتك. لكن انك ما تقولش مشاكلك او ما تتكلمش اصلا عن نفسك ده حاجه وحشه جدا، لازم تروح تحكي المشاكل بتاعتك للناس، وزي ما انت بتستحملهم هم كمان لازم يستحملوك. اخر حاجه عايز اقولها، هدفي في الشانل دي او في القناه دي ان انا مش بعمل محتوى عشان اكسب فلوس او اعمل محتوى عشان انا بحب ده، لا انا هدفي في القناه دي ان انا اساعد الناس حتى لو هي عندها مشاكل ومحدش عايز مثلا يكلمها والكلام ده، فانا بساعدهم ازاي يهتموا بالعنايه الشخصيه بتاعتهم، ازاي يلبسوا كويس، ازاي يروحوا يكلموا بنات عشان ما يتكسفوش، ازاي يصلحوا من غلطاتهم، ازاي الكلام ده كله. فانا ببقى حابب ان انا اقدم ده وحابب ان انا اكون الاسره بتاعتي. يعني انا دايما كنت بقول انا ليه مش عندي صحاب، بس لما جيت فكرت فيها قلت ان انا عندي اكبر شله صحاب ممكن تتجمع، عندي دلوقتي 4000 ونص ممكن كمان يعني قريب جدا ادخل على 5000 صاحب. فاحنا بالنسبه لنا الشانل دي اسره، مش فكره انا بقدم محتوى وخلاص، لا انا ببقى متلهف ان انا اعمل فيديو ومنتجه عشان افيدكم وانتوا تكتبوا لي تحت كومنت برده يعني وجهه نظركم والكلام ده، فانا برده بستفيد منكم. وبرده لو انت برده مش حابب ان انت تحكي مثلا لحد ممكن تكلمني على الانستجرام، هتلاقي الانستجرام بتاعي هنا، وكمان ممكن تكتب تحت في الكومنتس وهتلاقي ناس كتيره جدا جدا ساعدتك. وزي ما بقول لك احنا اسره مش فكره شانل وانا واحد يوتيوبر وانتوا تتفرجوا عليه، انا دايما بحط اعتبار ان احنا اسره فلازم كلنا نتكلم ونعمل كوميونتي مع بعضين. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم. We'll be right back.